صلوا على النبي محمد.
ketaki bapan sajroning pari tu setulur ayo podo ngaji kanggo sanggung besok yen wis mati la ilaha illallah al malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al malikul haqqul mubin muhammadur sing always mati bagi Allah ngijab
جمالك ما في سنين ما شافين مثل عين عشر فؤادي وزن وداني بدر الدجى يا زين يا صلي وسلم وبارك عليه.
فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا صلاة على النبي محمد. أديني صلاة على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول إلى الصلاة على النبي محمد. الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا
ارجعوني لنا صلوا على النبي محمد يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا
ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأسدى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسنه وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن من نبي تعالى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Yeah.
وابدا يا قلب ورفقا ربت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يقرأ قلب بالحق تعلق ولغاره راى تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرى اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله yang keras suaranya yang keras يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا
رسول الله يا نبي لك شفاء وهذا القتل بي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاء Bye.
بك علي وعلى آلي حبيبي بحبيبي ويحرف تعكل معانيك الجنان
انتزر منه في عالم البطون والذكور ما ملأ الوجود الخلق النور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيته في ذكر الحكيم ببصرح لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما فجأته هذه البشارة وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وجه هذا الحبيب على نبي السماوات والأراضون ومن فيهن بالترحيب وأنظار الجود الإلهي على أهل الوجود تزج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت لنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهضر عند وجه أمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا سمات الممدود. صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الخور العين فانقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلي. الله يا نبي يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لربي كل حمد جل أن يخسره العين إذ حبى نبي وجودي. الله الله المصطفى هدي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Turi puteng, Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Turi puteng, ditandur, ditandur, neng kebon aku. Ono tlere tiba nyemplung beira kembangi opo turi putih, turi putih ditandur ing kebon aku. Ono tlere tiba nyemplung Allah.
joroyo-royo dasanggut manten anyar ta ijo royo-royo dasanggut manten anyar ler iler tandure يا رسول الله
Oh,
محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تفيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق سهل ولفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعا المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن أصريت به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأصرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلق عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصف عز قد على مجدها أخذ على نجم زهى بعنانه وقد انبسط القلب في تضوين ما فده العلم من واقع المولد النبي الكريم وحكاية ما كرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فأصل مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يصل الختم كما يصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أسرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب الشفاعة ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه سالكنا على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا بزيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسينا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان معهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا
وفقنا لعمل صالح يبقى صناه على ممر الدهر. اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشكورين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من خلد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئا لا نظمأ بعدها أبدا واشرنا تحت لوائه هدى. اللهم اغفر لنا به ولآبائك ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.